منتدى الأعمال والاستثمار الإماراتي الصيني محطة مهمة من محطات توطيد العلاقات بين الإمارات والصين، ولأن الاقتصاد هو العصب الذي تقوم عليه عوامل البناء والتقدم، فكان لابد للشريكين الاستراتيجيين أن يعملوا على زيادة الفرص وتوسيع رقعة الاستثمار من خلال شراكات تجارية واستثمارية جديدة. وشارك في المنتدى كل من معالي محمد السويدي وزير الاستثمار، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، بالإضافة إلى وفد اقتصادي من دولة الإمارات يضم كبار المسؤولين في جهات حكومية وقادة أعمال وممثلي مجموعة من الشركات العاملة في قطاعات متنوعة. اليوم السوق الصيني يعتبر أحد أكبر أسواق الطيران، فالمشاركة هذه نحن أن نبقى نستقطب السوق الصيني، يعني نحن عندنا عملاء في السوق الصيني يطرشون محركاتهم لنا في أبوظبي وتم صيانتها في أبوظبي. نحن الحمد لله عندنا رجال أعمال عندهم رؤى ثاقبة في قيادة تقرأ المستقبل وبسنين عديدة سابقة الآخرين، هذه الرؤية من القيادة ومن رجال الأعمال والشركات اللي موجودة من خلال هالمنتديات هذه تعزز الشراكات الاستراتيجية الاقتصادية وتبني اقتصاد دول. يسلط المنتدى الضوء على الشراكة القوية والمزدهرة القائمة بين الإمارات والصين، خصوصا في ظل الزيادة المستمرة في الاستثمارات الصينية في الإمارات، حيث ارتفعت بأكثر من 16% خلال 2023 إلى 1.3 مليار دولار، لتشكل 60% من إجمالي استثمارات الصين في الدول العربية. فخورة جدا بحضور منتدى الاستثمار الصيني الإماراتي ومندهشة بمدى عمق العلاقات الصينية الإماراتية. هذه السنة توافق 40 العلاقات الدبلوماسية بين الصين والإمارات، وتعتبر منطقة الخليج حاليا كما الصين مركزا تجاريا واقتصاديا هاما. لذلك نتمنى أن نتعرف أكثر على دول الخليج والإمارات تحديدا، والشركات الصينية هي الأكثر تعاون معهم لبناء مستقبل مشترك أفضل. وشملت النقاشات خلال المنتدى استكشاف الفرص الواعدة في القطاعات التي تستعد لتحقيق نمو كبير، مع التركيز بشكل خاص على التصنيع والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والطاقة. المنتدى الإماراتي الصيني للاقتصاد والاستثمار خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك لترسيخ الدور الريادي للاقتصاد بالنسبة للإمارات والصين في دفع عجلة التقدم لهذه العلاقات المشتركة ومستقبلها. لقنوات أبوظبي، محمد عبد الكريم من العاصمة الصينية بكين.